الثالث مشهورة، وهذه مشهورة تبحث عن الأضواء، تبحث عن الشهرة، تبحث عن الناموس، تبحث عن المركز الأول. هذه مشهورة الآن تتسلل، ومع تسلل مشهورة تأتي ألمة وتأتي شعلة لتكون المنافسة ما بين ألمة وما بين شعلة وما بين مشهورة. ألمة غيرت وشعلة على المركز الثاني، وشعلة يا شعلة، شعلة يا شعلة، الله شعلة. إذا المشاهدين الكرام تشعل هذا الشوط وألمى معها ليكون الفوز والانتصار لهجن الشحانية بقيادة ألمى وشعلة، بقيادة أيضا عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. شعلة تكسب الرهان والامتحان، تهانينا على فوز شعلة لهجن الشحانية وللمضمر سلطان الوهيبي المركز الثاني، ألمى لهجن الشحانية المركز الثالث مشهورة. متر عن خط النهاية ولا زال منذر قائدا، قائدا في الشوط الأول الرئيسي، وها هو سيار يقترب، يقترب سيار. الناموس لهجن الشحانية في هذا الشوط بعد أن حققت شعلة الناموس الأول مع سلطان الوهيبي. هذا هو سالم بن فران يقدم منذر في الشوط الرئيسي الأول. منذر منذر منذر، اللحظات الأخيرة يا بن فران، اللحظات الأخيرة. هذا هو منذر وهذا هو سيار، سيار ومنذر، سيار خطير، خطير يا منذر، خطير خطير للغاية، خطير جدا 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 بالفعل. يا يستحق الناموس سيار، يا سلام. سيار خطف نقطة الشوط الأول من تحت أقدام منذر، تهانينا لهجن الشحانية، تهنئة للمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اللي قاد سيار إلى خط النهاية المركز الثاني. الثالث وصلت، أول نداء لرسالة تقدم هذه الرسالة لكل المشاركين لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم رسالة، ولكن بنعود مع الجزلة، الجزلة اللي من البداية، من البداية وهي جزلة وعرضها جزل في هذا الأداء الجميل. هذه الجزلة من تحتل المركز الأول، الجزلة الجزلة الجزلة، من تسيطر على مقدمة هذا الشوط، من تسيطر على المركز الأول من البداية وحتى هذه اللحظات. وهذه الجزلة سلالتها جزلة، وأعرف أيضا أعرف أبوها، نعم أبوها الباز العود، أبوها الباز العود، ها هي تسيطر وتحتل المركز الأول. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز الجزلة بالمركز الأول. والمركز الثاني وصلت فيه رسالة لهجن الشحانية، المركز الثالث وصلت على المركز الثالث وجنا لي. الجذاب يقترب من الانتصار، يقترب من الفوز، يقترب من الناموس. الجذاب 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 بالفعل اسم على مسمى. الجذاب اجتذبنا من البداية واجتذب الصدارة من الأمتار الأولى، وها هو الآن ينهي هذه المسيرة بنجاح بعد أن كان في الطليعة وفي المركز الأول. يختتم أيضا هذا الشوط وهو في الطليعة. ما أجمل الطليعة، وما أجمل الانتصار، وما أجمل الناموس. هذا هو الجذاب، حفلنا الكريم ومتابعينا الأعزاء أينما كنتم عبر قناة الريان الفضائية، ينجح باقتدار، ينجح أيضا بدرجة الامتياز في هذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية وإلى العملاق الكبير سلطان بن محمد الوهيبي المركز الثاني. جاء المنصور لهجن الشحانية المركز الثالث، مشوش أيضا لهجن. في الصدارة، في الصدارة رقم واحد، هذا هو الرقم الصعب، الرقم الصعب. يا سلام، أوصاف يا جابر يا بن سالم، أوصاف قادمة، أوصاف أيضا لهجن الشحانية تنطلق بالمركز الثاني.
ولكن القحيدية بالمركز الأول منطلقة مندفعة في الصدارة، في الصدارة يقودها الشاب جابر بن سالم بن فران على المركز الأول على الصدارة. يا سلام، هذه القحيدية الاسم المميز والشعار الأدعم الكبير يقدم القحيدية كما قدم الأسماء المميزة في مساء هذا اليوم. يا سلام، تهانينا والناموس من هذه اللحظة أزفها لهجن الشحانية أولا وللشاب جابر بن سالم بن فران على انتزاع القحيدية نقطة الشوط الخامس في هذا المساء. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت أوصاف لهجن الشحانية. المركز الثالث النداء في المركز او ذر من هجنة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن مهيوم يصل في هذه اللحظة وينتقل نقلة ممتازة الى ثالث المراكز مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن اعود مع البصير. البصير من بدأ ينطلق في هذا الشوط وينطلق في هذا التحدي الكبير. يا سلام، ولكن مهيوم يصل الى المركز الثاني. البصير ومهيوم اللحظات الاخيرة اللحظات الخطيرة، ولكن البصير مع الذهبي وشعار هجنة الشحانية على الصدارة على المركز الأول مع البصير على المركز الأول، ولكن مهيوم يصل على المركز الثاني، ولكن البصير مع الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس مشاهدي الكرام للمؤسسة العملاقة مؤسسة هجنة الشحانية على فوز البصير بالمركز الأول. المركز الثاني مهيوم أيضا من هجنة الشحانية، بينما المركز بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، يا سلام على زيارة بكل أريحية تحتل المركز الأول، تسيطر على مقدمة هذا الشوط. زيارة مع المركز الأول مع المقدمة. إذن مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، هذه زيارة من قدمت لنا زيارتها بالمركز الأول وأيضا بتقدمها لكل الحضور ولكل المتواجدين هنا معنا. إذن أيها الإخوة الأفاضل، هذه زيارة تهانينا والناموس من الأعماق لهجن الشحانية على فوز زيارة وتحقيقها بالمركز الأول وحضورها مع الناموس. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز زيارة وتحقيقها بالمركز الأول. لحظة وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني وصلت فيه شهبار لهجن الشحانية. المركز الثالث وصلت فيه حضور لهجن الشحانية. المركز الرابع جمال هذا الاسم يا محمد يا بن خالد يا العطية، هذا هو الحوت على المركز الأول. ولكن الموقف خطير، الموقف خطير، الموقف خطير. لوسيل وعودة إلى الحوت، وهذا هو الحوت دائما يعيش في البحار، وها هو اليوم يستمتع بهذه الأمطار، الأمطار أمطار الخير والبركة. لكن قلت لك الموقف خطير. يا سلام، لوسيل خطط سلطان الوهيبي بعد أن قدم مناور من عند لوحة اثنين. ها هو يقدم لوسيل في اللحظات الأخيرة، وها هو صنديد يحاول محمد بن خالد العطية مع صنديد، ولكن لوسيل ينتزع نقطة هذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية، تهنية للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أبعاد ومن خلال أيضا انطلاقة الدوحة التي تؤمن الموقف لأبعاد، ولتكون الصدارة صدارة لهجن الشحانية والشعار الأدعم يحكم القبض أيضا على نقطة هذا الشوط. من خلال أبعاد والدوحة في المركزين الأول والثاني والإشراف والرسو مع المضمر الرأسي جابر بن سالم بن فاران المري الابن الذهبي للمضمر.
المؤمر الذهبي الكبير سالم بن فاران المري. ها هي أبعاد مثل ما توقعنا لها في البداية بهذا الشكل الجميل وبهذا الأداء الأجمل، تصل إلى خط النهاية معلنة تفوقها على الجميع ومعلنة أيضا انتصارها العريض في هذا الشوط التاسع. تهانينا لهجن الشحانية على الفوز بالمركزين الأول والثاني، وللمضمر جابر بن سالم بن فاران مضمر أبعاد. من هجمة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيب بيغير في هذه اللحظة وانتقل نقلة ممتازة مع مفوض الطيار، الطيار ومفوض اللحظات الأخيرة شعار هجمة الشحانية مع عملاق المضمرين اللي يقدم الطيار على المركز الأول ويقدم مفوض على المركز الثاني. يا سلام يا سلام، واستراحة محارب قبل الوصول إلى خط النهاية، هنا مفوض على الصدارة من هجمة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيب يقدم مفوض الطيار، ولكن طار الطيار. تهانينا والناموس لهجمة الشحانية، والتهاني للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم لنا الطيار في أول المراكز وقدم لنا مفوض في ثاني مراكز. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الأعزاء من ممدوح من هجمة الشحانية، المركز الثالث. يا سلام على عرض الجازي وعلى أداء الجازي. من تحتل المركز الأول؟ هذه الجازي لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من يتابع الجازي في تضميرها وفي مسايرتها وفي مراقبتها وفي أيضا مسارها في كل مكان وزمان. الله، مشكور يا العملاق، مشكور من القلب، مشكور. يا سلام، هذه مشاهدينا الأفاضل، هذه الجازي من تحتل المركز الأول وتسيطر على مقدمة هذا الشوط. تهانينا من الأعماق لجميع هجن الشحانية ولجميع مضمرينها. مشاهدينا الأفاضل، هذه لحظة وصول الجازي لخط النهاية، المركز الثاني. وصلت على المركز الثاني مشاهدينا الأفاضل الطيارة لهجن الشحانية، المركز الثالث تصل فيه اسباير لهجن الشحانية، المركز. الثاني لهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي كما يقدم من حافل لتحتل المركز الثالث مع شعار هجن الشحانية. ووصلت نوادر، ديروا بالكم منها يا سالم، ديروا بالكم من نوادر اللي تحتل المركز الرابع وتنطلق لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني على مستوى المركز الرابع وعودة إلى المركز الأول. ضرغامة يا سلام يا ضرغامة على المركز الأول، ضرغامة ورفيف خطيرة ضرغامة. اللحظات الأخيرة أبو جابر اللحظات الأخيرة، الناموس حائر بين اسمين عملاقين وشعار هجن الشحانية، ولكن ضرغامة تحقق ناموسا يهدى لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا أبو جابر على هذا الفوز. المركز الثاني. أبصار هجمة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يعلن الخطورة وينطلق في ثاني مراكز وثالث التحديات. أرى وأتابع غاية، وأول نداء لغاية من هجمة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وغايتها الفوز والانتصار في شوط الختام. يا سلام، هنا أبصار غيرت على الصدارة وغاية من الجانب الآخر تنطلق بشعارها المميز هجمة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن يا سلام منحاف من الجانب الآخر لهجمة الشحانية مع الشبه الجامد بن سالم بن فاران المري، ولكن مزايا أو غاية على الصدارة، غاية مع 100 متر الأخيرة، اللحظات الأخيرة خط النهاية مع غاية. تهانينا والناموس لهجمة الشحانية على فوز غاية بالمركز الأول. المركز الثاني أبصار من